تحشيد حوثي ضخم للسيطرة على محافظة الجوف وغياب الدعم العسكري لطرف القوات الحكومية هناك. هل ينتظر الجميع سقوط محافظة الجوف؟ وما تداعيات التقدم الحوثي بهذا الشكل؟ منذ أسابيع تشهد محافظة الجوف هجوماً واسعاً من قبل ميليشيا الحوثي لإسقاطها بعد السيطرة على مفرق الجوف الاستراتيجي الذي يقطع الطريق بين مأرب والجوف أبان أحداث نهم الأخيرة. وبالمقابل تشهد جبهة الشرعية في الجوف افتقاراً كبيراً للدعم العسكري من قبل قيادة الجيش وقوات التحالف أي المملكة العربية السعودية. تعيش الجوف اليوم مسلسل ما قبل السقوط الذي حدث في نهم وحجور والبيضاء والضالع وتعز، كلها تحت عنوان تحالف التآمر ضد الشرعية، لكن هذه المرة بطواطؤ الشرعية ذاتها. يقيم الرئيس هادي وقادة الشرعية في الرياض منذ 5 سنوات، خلالها تساقطت قلاع الدولة وتسربت البلد من تحت أيدي الشرعية، وأصبح جندي الشرعية يواجه أكثر من طرف، ميليشيا الحوثي وتآمر التحالف وطواطؤ الشرعية. وإلى هذا التقرير. نحن ليس طلاب ثار، نحن طلاب وطن. منذ أسابيع تشهد محافظة الجوف حربا واسعة بعد هجوم ميليشيا الحوثي في إطار عملية عسكرية تهدف لإسقاط المحافظة. تحشد الميليشيا كل قوتها لإسقاط المحافظة، خصوصاً بعد سيطرتهم على نهم ومفرق الجوف الاستراتيجي خلال الأحداث الأخيرة، في الوقت الذي تبدو فيه وحدات الجيش الوطني هناك بحاجة إلى دعم حقيقي. مسلسل الخذلان الذي مارسته الشرعية في حجور والبيضاء وتعز والتخبط الذي كان واضحاً في معركة نهم الأخيرة يبدو أنه يتكرر اليوم في الجوف وسط تحذيرات يطلقها أبناء المحافظة للشرعية والتحالف للحيلولة دون سقوط المحافظة في أيدي الميليشيا. بعد سقوط نهم أدرك الحوثي أن هناك أجندة مختلفة للرياض صاحبة القرار العسكري في اليمن، إلا أن مراقبين يرون أن تلك الأجندات ربما تخفي وراءها جزءاً من طبيعة التفاهمات السرية بين السعودية والحوثيين بمعزل عن الشرعية اليمنية أو بالأصح على حسابها. المؤكد في المشهد شمال اليمن أن محافظتي مأرب والجوف أصبحتا مهددتين بشكل واضح بالنظر إلى أحداث نهم ورفض السعودية دعم قوات الجيش هناك. إذا كانت السعودية رفعت خطها الأحمر على مأرب والجوف، فالسؤال هو أين هي الشرعية والجيش الذي يتم تأسيسه منذ 5 سنوات؟ وهل سيترك مصير هاتين المحافظتين مرهوناً بتقلبات أجندات الرياض؟ تقف قيادة الجيش والحكومة اليوم أمام مسؤولية مكاشفة اليمنيين عما يراد للبلد بعد انكشاف الأطماع الخارجية وأجندات التقسيم والتوقف عن شرعنة أجندة الرياض المشبوهة في اليمن والتي تأتي على حساب الشرعية نفسها في المقام الأول. طلعات الشعب اليمني وسيفتح هذا. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة والتي سيكون أرحب بكم وأرحب بالضيوف الذين سيكونون معنا، بداية سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي حسين الصوفي من مأرب، وكذلك العميد جميل المعالم رئيس أركان اللواء الأول حرس حدود عبر الهاتف من الجوف. مساء الخير عليكم ضيفي الكريمين، والبداية من عندك سيادة العميد جميل المعالم. منذ شهر تقريبا سيادة العميد وميليشيا الحوثي تحاول وتستميت أن تسيطر على الغيل خاصة في بعض المناطق الشمالية في العقبة وحام الجرعوب وكذلك الجنوبية الغربية. هذه الاستماتة سيادة العقيد، هل أطلعتنا على تفاصيل ما يحدث هناك وأنتم في الميدان؟ مرحبا أختي الكريمة، ومرحب بإخواننا المشاهدين الكرام. بالنسبة لواقع محافظة الجوف، المعارك تدور في هذه المحافظة على شدها في الجبهات التي ذكرت. بفضل الله عز وجل
المعركة منذ شهر كما ذكرتي. هذه المعركة خلفت يعني عشرات القتلى، مئات القتلى من الحوثيين. هذه المعركة لم يستطيع العدو أن يتقدم فيها شبرا واحدا. ثبتت المنطقة العسكرية السادسة ثبوت الجبال. أبناء محافظة الجوف صغيرهم وكبيرهم يدافعون عن الجمهورية وعن شرف الجمهورية. أبناء المنطقة السادسة كذلك يبذلون الغالي والرخيص من أجل صد هذه الميليشيات الحوثية الإيرانية التي تريد أن تنتزع نصرا مكذوبا كما هو ديدنهم وكما هو دينهم. هم يكذبون كما يتنفسون، هم يكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون حتى يصدقون كذبهم. محافظة الجوف وحدود المنطقة العسكرية الثالثة بالذات لها حراسة أمينة ولها رجالها الأشاوز يذودون عنها. ستجر ميليشيات الحوثي الهزيمة في القريب العاجل. ستأتيكم الأخبار بإذن الله عز وجل، وستكون هناك أيضا موثق إعلاميا. هذه المناطق التي ذكرت سنوثقها لكم إعلاميا وسوف تطلعون عليها ويطلع عليها الأخ المشاهد الكريم. الحوثي يكذب وهذا ديدنه، ولكن لا نأبه لمثل هذه الخزعبلات ولا نأبه لمثل هذه الأكذوبات. لا نعم تقدم بالنسبة لنا شيئا ولا تؤخر. سيادة العميد، يعني بطبيعة الحال نعلم أن الحوثي يدعي انتصارات هنا وهناك، وربما قبل أيام هو تحدث عن وصوله للغيل وهو يكذب في هذه النقطة، وخاصة وأنتم تحدثتم أنه لم يصلها، ولكن دعنا نتحدث عن محاذيرنا والتي نخشاها ولنا شواهد شتى في هذا المجال. ربما في مثل هذا الحديث استمعنا إليه بأن الجيش يسيطر وبأن أبناء المناطق يواجهون الحوثي في حجور وفي عمران وفي الضالع وفي كثير من المناطق، ولكن للأسف الشديد لابد من مرحلة وتخور فيها القوى، خاصة إذا لم يكن هناك دعم عسكري حقيقي لهذه المناطق المشتعلة. حدثنا عن الدعم العسكري في محافظة الجوف. بالنسبة للدعم العسكري، هناك دعم عسكري كبير من قيادة الشرعية دخلت إلى المنطقة وحدات عسكرية نوعية. هناك دعم وإسناد جوي من قيادة التحالف العربي ومن أشقائنا في المملكة العربية السعودية، شاكرين جهودهم وإسنادهم. بالنسبة للحوثي ليدخل الحزم ليرينا الصور، ليرينا مدينة الحزم أو مدينة الغيل أو مدينة الروضة أو غيرها من المديريات التي يدعي أنه وصل إليها. هو يدعي أنه وصل إلى معسكر لبنات وهذا يكذب. ليرينا صورة واحدة من هذه المناطق. نعم سيادة العميد، يعني حتى يثبت للناس أنه وصل إلى هذه المناطق، لكنه يكذب. نعم ولا اتفقنا على هذه النقطة سيادة العميد. يعني الحوثي نعلم أنه يحاول صنع انتصارات إعلامية لتثبيط معنويات الجيش والناس كذلك، ولكن أيضا لا نريد أن يعني أن نصنع نحن أيضا انتصارات من لا شيء. يعني تتحدث أنت عن وجود دعم عسكري كبير، وفي كل مرة في كل المعارك يتحدث الجيش الوطني عن خذلان شديد للشرعية في هذه المناطق. هذا الكلام سيادة العميد ستتحملون مسؤوليته، أنتم تقولون بأن لديكم الدعم العسكري الكافي، فبالتالي يعني لا سمح الله إن حصل شيء. أختي الكريمة، أنتم في الواجهة، أنتم في الخطوط الأولى سيادة العميد. نعم نعم فهمت، وضحت الفكرة. نعم. أنا أقول دخلت وحدات عسكرية نوعية، الدعم العسكري مطلوب والإسناد مطلوب، ووزارة الدفاع ورئاسة أو قيادة العمليات المشتركة تقوم بواجبها. إلا أن وصول هذه الوحدات العسكرية عزز من القدرات الموجودة ومن الثبات الموجود، وهذا لا يعني أن 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 تخلي قيادة الشرعية أو ومثلا بوزارة الدفاع أو برئاسة العمليات المشتركة من القيام بدورها وإرسال ما ينبغي عليها أن ترسله أو أن تقوم به. لا، نحملهم هم المسؤولية ويتحملون كامل المسؤولية كافة المسؤولية، فنحن جزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية الكبيرة مثلا بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وقيادة العمليات المشتركة.
نعم، ثقوا سيادة العميد بأن الإعلام والشعب يقفون مع الجيش الوطني في معركته الوطنية، ونحن نشد على أيديكم، وبالتأكيد أنتم من في الميدان، أنتم الصادقون أكثر من أي طرف آخر. شكرا جزيلا لك سيادة العميد جميل المعالم، رئيس أركان اللواء الأول حرس حدود، كنت معنا عبر الهاتف من الجوف، وأرحب بك ضيفا عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي حسين الصوفي من مأرب. مساء الخير أستاذ حسين. مساء الخير أستاذ آسيا لكم وللمشاهدين الكرام. إذن أستاذ حسين، استمعت لحديث العميد جميل المعالم وهو حدثنا عن آخر ربما التطورات، وأود أن أستمع إليك أنت من يعني الإعلام والإعلام المضاد، ما الذي يحدث؟ أين المعركة بالضبط؟ ما ذكره العميد، طبعا نوجه له التحية ولكل الجنود الذين يقاتلون في الثغور وفي الجبهات في على امتداد كل شبر في هذا الوطن الذي يتعرض ل يعني هجمة شرسة من أطراف عدة. طبعا كما ذكرت أستاذ آسيا، ما ذكره العميد أعتقد أنه إجابة كافية ووافية، ورجل من الميدان يتحدث عن أن الجيش يحقق انتصارات، وأنا ربما كنا نتواصل قبل أن آتي إلى الاستوديو مع الزملاء في الجوف، ويتحدثون على أن هناك تقدم ربما أحرزه الجيش خلال أمس واليوم، كان ربما في مناطق لم تكن تحت سيطرة الجيش منذ 6 أشهر. على فكرة طبعا حتى نكون في الصورة، المعارك التي تدور اليوم في الجوف هي نفسها ذات المناطق التي يتم الحرب فيها منذ 2017، يعني ربما هذه هي المناطق التي كانت الحرب فيها مستمرة من 2017، وبعض المديريات في الجوف، يعني مثلا المتون أو المصلوب، هذه واحدة من المديريات التي امتدادها ربما مثل لبنان مرة ونصف، يعني حدود محافظة الجوف حدود كبيرة وهي صحراء ممتدة مترامية الأطراف، وبالتالي الحرب اليوم في الأساس ربما لو يعني إن أردنا أن نكون موضوعين فإن أكثر من 85% منها حرب إعلامية وحرب شائعات. طيب يعني وبالمناسبة هذه أول معركة إعلامية وحرب نفسية تخاض منذ أكثر من 5 سنوات. نعم أستاذ حسين، يعني أفهم من كلامك أنه الحوثي لم يتقدم ولم تحدث أي زحوفات في المناطق المذكورة، وكل ما يعني حدث هو محض افتراء إعلامي، أم أن هناك ما يجب أن يقال وأن الحوثي يرتب لهذه المعركة منذ أشهر ويستبسل في للوصول لمناطق ربما مهمة ومؤثرة على واقع المعركة؟ كلام منطقي، في نقطة يجب أن نتوقف عندها جيدا، يعني نعم. ربما أكبر نقطة ضعف للجيش الوطني منذ أن تأسس في قبل 5 سنوات، أكبر نقطة ضعف له وهي كانت أيضا انعكست على المجتمع، أكبر نقطة ضعفه أنه يحقق انتصارات منذ 5 سنوات، يعني كل 5 سنوات في ال5 سنوات هو يحقق انتصارات وتقدم بشكل كبير جدا، وبالتالي لم يكن الناس يحضرون عند انتصارات الجيش كما حضروا مثل ما حدث في نهم. يعني الجيش ربما انتصاراته في نهم كانت أسطورية. سآتي إلى نقطتك، سآتي إلى سؤالك. هذه يعني ربما واحدة من التي جعلت الناس يشربون الشائعات. نعم، الآن أنت تحدثني عن انتصارات كل 5 سنوات، هل يعني أن ننتظر 5 سنوات أخرى حتى نسمع بانتصارات جديدة للجيش؟ هذه إشكالية. النقطة الثانية يعني ربما لا طيلة الخمس سنوات وهم يحققون انتصارات، يعني يحرزون انتصارات، وهذا الذي جعل الناس اليوم يعني لكن ما حدث في نهم أستاذ حسين، وربما أنت كنت معي في إحدى الحلقات ونحن نتحدث عنه، ربما يدار نفس ما يدار الآن من كلام، ووجدنا ما صنعه الحوثي في نهم. طبعا انا كنت ساتي الى هذه النقطه، يعني ما حدث في نهم لم تكن المعركه حسب تقديرات وزاره الدفاع وحسب الادله والشواهد، ان كانت محليه او اقليميه او دوليه كانت المعركه اكبر من نهم، يعني كان المطروح
مثلا لا يمكن أن نغفل الجانب الدولي والبعد السياسي. مثلا كان هناك أكثر من 3 سفراء في صنعاء، وكان يستقبل محمد علي الحوثي بالسيكل في مثلا وزير سفير الاتحاد الأوروبي في صنعاء. هذه 3 أيام أيضا جريفيث انتقل إلى صنعاء، كانت المعركة يعني حتى التصريحات التي كان يطلقها جريفيث أثناء وقبل معركة نهم وأثناء معركة نهم كان الحديث حول أن هناك تغير واقع جديد فرض على الأرض، وأن هناك يعني لا يوجد أمام الشرعية سوى خيار واحد وهو التفاوض على مرحلة انتقالية جديدة وعلى الرئاسة وعلى الحكومة وعلى غيرها من ومرحلة انتقالية. هذه 4 النقاط التي كان يطرحها جريفيث في مقابلة مع موقع المصدر أونلاين، وأيضا هي كانت ربما إن توقفنا عندها بموضوعية ومهنية ومسؤولية، مسؤولية اللحظة ومسؤولية التاريخ، كانت الخطة ليست نهم، كانت أبعد من نهم، وبالتالي حدث الالتفاف الذي يدركه الجميع يعني في مجزر والصفراء ومحاولة قطع الطريق في مفرق النهم في مفرق الجوف، كانت محاولة لإسقاط مأرب الجوف في تلك اللحظة ولم يكن الأمر خافيا. وبالتالي بيان وزارة الدفاع حينما قال أنه كان انسحابا تكتيكيا دليل على أنهم أدركوا مبكرا ما يحاك وما الخطة التي ابقى معنا أستاذ حسين. وككل عمل عسكري نعم ابقى معنا أستاذ حسين. سينضم معنا الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أسعد الله مساءكم ومساء الأخ حسين الصوفي، وهو الذي اتهمني بأنني حوثي عندما أكدت سقوط معركة نهم. نعم إذن وللمشاهدين الكرام. نعم إذن أستاذ عبد العزيز كمتابع ومهتم بالشأن العسكري، كيف تقرأ ما يحدث اليوم في الجوف وما سبقه في نهم؟ بالنسبة لمعركة نهم أعتقد أنه ليس كما ذكر التقرير حقكم أنه ليس نقص التسليح وليس نقص العتاد وليس نقص الأفراد. في نهم لو قرروا المواجهة ولديه بإمكانهم يصمدوا فترة طويلة بمسدسات الماء أو بالرمز الحجارة وليس بأسلحة استلمها الحوثي جاهزة من دبابات إلى راجمة صواريخ إلى مدفعية بكامل الذخائر. هذا حقيقة لا نغفلها، لكن الانهيار السريع في نهم جعلنا نخاف على الجو، خصوصا والقاعدة العسكرية تقول أن من يقاتل أو من لا يستطيع أن يدافع في قمم الجبال لن يستطيع أن يدافع في الأراضي المفتوحة وفي الصحاري والفيافي. بالنسبة لمعركة نهم مثل بقية المعارك التي كانت بداية معركة حجور هو التحول للمعركة. كانت معركة حجور مثل هذه الأيام قبل سنة عندما قُبلت حجور أدت إلى هزيمة نفسية وانهيار المعنويات. ما يحصل فيه الوضع خطير جدا في الجو. نعم الحوثي لم يحرز حتى الآن تقدم ملموس، لكن إذا استمرت المعركة بنفس الوتيرة فإن الحوثي سوف ينتصر. نحن الحروب لا تقاس بالشعارات ولا بالتضحيات، تضحيات الجو لا ننكرها لكن لها حدود أو لها مدى معين، والتضحية لن تكون حتى الفناء كما تأتي في الشعارات. الطرف الذي يهاجم في نهاية المطاف سوف ينتصر. الحوثي هو المهاجم والشرعية هي المدافعة. وأقول أن صمود الجوف ليس بسبب الجيش الوطني وإنما لأن أبناء الجوف والقبائل هم الذين يقاتلون. أما الجيش الوطني فأتمنى منكم البحث في الإرشيد في هذا البرنامج بالذات، فقد وصفته ذات يوم بأنه جيش كرتوني، وحتى وزير الدفاع اعترف أن 80% غير موجودين. بالنسبة لمعركة الجوف، إذا لم يتم الدفع بقوات حقيقية إلى الجوف فإن المسلسل سقوط الجوف وارد. وفي حالة سقطت الجوف هل تجد أنها معركة مشابهة لنهم وحجور وما قبلها؟ لا لا لا، معركة نهم كانت فضيحة، يعني هذا على الأقل قد صمدوا شهر الآن 30 يوما، والجوف تقاتل وحيدة، هي شبيهة بقية المعارك. أما نهم فقد كان انهيار وليس كانت هزيمة مذلة ومدوية ومخزية. هنا قد تسقط الجوف لكنها قد قاومت قليلا. المشكلة أن الآن لدينا جبهة من الجوف برورا يعني بهيلان حتى الوصول إلى صرواه. الآن القوات التي في معسكر ماس والتي في محور المأرب والتي في صرواه
قاعدة منتظرة حتى يقضي الحوثي على الجوف، ثم يتجه إلى ناحية مارب. سوف تكون مارب بين فكي كماشة. نحن أمام يعني أغبى قيادة عسكرية في تاريخ البشرية وعجب حرب. كأن الجبهات حق الشرعية أو كل الأطراف المعادية للحوثي ماسكة طابور عند الحوثي يأخذها على واحدة واحدة. تصور الآن المحور، لحظة، المحور الجوف مارب صرواح، بقيت الجبهات منتظرة حتى يسقط الحوثي الجوف. في نهاية المطاف في أي معركة في العالم وفي أي مكان الطرف المهاجم هو من سوف ينتصر والحوثي هو المنتصر. نعم نعم. إذن دعني أنقل كلامك هذا للأستاذ حسين، ربما استمعت لحديثه لحديث الأستاذ عبد العزيز، المهاجم هو من سينتصر. هل علينا أستاذ حسين أن نقف ونكاشف أنفسنا والشرعية ونقرع جرس الخطر قبل أن تتحول مأرب فعلا بين كفي كماشة؟ الحوثي يعد العدة منذ مدة لكي يهاجم هذا الهجوم، والجوف تقاتل وحيدة، ما رأيك؟ هو دائما يقول هكذا، يعني أنا لا 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 أدري كيف أصف ما يقال، يعني ما يدور. لكن ألا يحدث ما يقوله في نهاية الأمر أستاذ حسين؟ يعني الحرب هي هجوم، الحرب هي هجوم والدفاع دائما. نعم. عادة هي هجوم ودفاع، يعني متى هاجم الجيش الوطني؟ يعني أشبه بأي حرب في الدنيا. لكن مثلا في نقطة مهمة. نعم. التقسيم والتقليل والتهوين من الجيش الوطني، هؤلاء الأبطال الذين يخوضون معارك عن شرف اليمنيين جميعا، عن كرامة اليمنيين جميعا، كما قال اللواء أمين العكيمي بالأمس وهو يدفن فريضة كبده العميد صادق الذي كان في أطراف الغيل وحرر مناطق. نحن لا يمكن أن نقسم أستاذ حسين من هذا الجيش. نعم. الذي هو في أرض الميدان. لا حقيقة لا لا لا, لا 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 تحدث عنك، لا تحدث عنك يا أستاذ آسيا. في أنا أتحدث عن ما يقوله الأخ، يعني حينما يعني يفصل الجيش الوطني ويقول أنه جيش كرتوني مثلا والقبائل. طبعا الحرب هي حرب اليمنيين جميعا، يعني ما الدماء التي تسقط هي دماء يمنيين أبطال شرفاء يقاتلون عن الجمهورية ويقاتلون عن الكرامة. نعم. لكن أستاذ حسين من يعني في نهاية الأمر حين يحدث فشل من يتحمل هذا الفشل؟ الجميع يحمل الجيش الذي يعني هو، أنت تقول فعلا هو في الميدان وهو من يقدم روحه رخيصة، ولكنه وحيد معزول غير مدعوم. في نهاية الأمر لن يقولوا القبائل تركت الجيش، ولن يقولوا يعني هو في الواجهة. وجميعنا نتذكر حديث محسن خسروف ويتحدث كيف لا يدعم هذا الجيش. بداية الحلقة أستاذ آسيا. نعم. ومع ذلك هذا الجيش الذي لم يدعم، وهذا الجيش الذي لم يسلح، وهذا الجيش الذي لا يستلم المرتبات، وهذا الجيش الذي يرمى بسهام من يدعي أنه مع الشرعية، وهذا الجيش الذي يعني يحاصر، وهذا الجيش الذي يعني تلقى عليه اللوم من كل مكان، هذا الجيش هو نفسه الذي كان يحرر من مأرب، يعني من خلفي حيث ما كنت أتحدث هنا، كان في 2015 الحوثيون كانوا في هذه المناطق وتم طردهم بأسلحة نوعية شخصية، كان أبناء القبائل ونواة المقاومة الصلبة، المقاومة الشعبية، وأيضا الشهيد عبد الرب الشدادي ومجموعة من الأحرار الذين كانوا في الجيش السابق، هم هؤلاء أنفسهم الذين على رأس الجيش، وهم الذين كسروا الحوثيون وأطردوهم في الصحراء التي يقول عنها الضيف أنه لا يقاتل من لا يقاتل في الجبل، لا يقاتل في الصحراء، يعني الأقوال التي مثل أن يقول عن نابليون أنه كان يأكل لبان، يعني في استخفاف غير مقبول. لكن ما يهمني هو ما أطرحه للمشاهد، أن 125 كيلو أو 130 كيلو تم تحريرها في 2016، يعني في أقل من 10 أيام. والذين يتشدقون اليوم، احنا في بداية الحلقة قلت لك أن اليوم المعركة معركة إعلامية بالدرجة الأولى، هناك أكثر من 85% معركة إعلامية، وبالتالي الحوثيون أعلنوا في أول يوم أنهم أسقطوا مارب وأن محافظ الجوف قتل، وكان للأسف الشديد هناك جوقة من الإعلاميين، لم أقول أنهم حوثيون، ربما الحوثيون لديهم سياسة معينة، الحوثيون يريدون أن يقطوا على جثث قتلاهم بالمئات وبالعشرات، لكن هناك أيضا من يحاول الانتقاص من الجيش وتخذيل الحرب اليوم من غير الحوثيون، يمكن ليسوا حوثيون فقط، يعني أخطر.
نعم أستاذ عبد العزيز، يعني 5 سنوات منذ يعني منذ أول لحظة تكون فيها هذا الجيش الوطني وهو يقاتل بأقل العتاد، هناك من لم يستلم الرواتب، هناك وجدنا يعني من هو مصاب وما زال في جبهة الميدان، لما دائما يتم تحميل الجيش الوطني كل التبعات؟ ألا يعني ألم يحقق انتصارات؟ ألم يصمد؟ ألم يواجه؟ هل يعني ذنبه انه لم يدعم من قبل التحالف او من قبل الشرعيه الدعم الذي يجب ان يكون عليه؟ اولا ال 125 الكيلو التي قال الاخ حسين انه تم تحريرها من قبل الجيش الوطني حررتها القبائل نفسها قبل تكوين الجيش الوطني، والذين صمدوا في ماربهم قبل تكوين الجيش الوطني. والجيش الوطني كان بدأ بنواه جيدة، الذين بدأوا في الجيش الوطني كانوا جيدين، لكن تصوري الآن يتصل بواحد قاعد في المحويد، تعال مسكك الدائرة الحكومية الفلانية، يتصلوا الآن حاليا بعد كارثة نهب. وللعلم ان كارثه نعم كان احد اسبابها تعيين واحد من الذين حذرناه، هؤلاء لا تامنوهم، الذي هو ياسر العابد او احد السلاليين الكهنوتيين الحوثيين يسلموه جزء من معسكر الفرضه، وكان احد اسباب الانهيار في معسكر الفرضه. تعيينات الجيش هذا حذرنا من بعض التعيينات، وبرضه بامكانك العوده الى ارشيف القناة، يعني تم يعني كيف تطلبي من 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 جيش يتم دعمه في الميدان والذي يقود دائره الدعم اللوجستي واحد امامي كهنوتي يطلق عليه في مارب امام الظل احمد الولي، كيف تريدين يعني من الا يتم اختراق الاتصالات ومدير دائره الحرب الالكترونيه في رئاسه الاركان واحد امامي سلالي كهنوتي اسمه يحيى الموشكي، كيف تريدين توفير الدعم المالي هذا الجيش واسناده ومن يدير ومن يمسك نيابه او نائب رئيسة الاركان للشؤون الماليه واحد امامي كهنوتي سلالي، ومن الغريب والمصادفات ان هذا الكحلاني الذي ماسك الدائره الماليه في مارب ابن عمه ماسك الدائره الماليه حق الحوثي في صنعاء، تم تعيين هؤلاء لا ادري هل قاتلوا الحوثي لم يقاتلوا، كانوا قاعدين في بيوتهم، اتصلوا لهم تعالوا امسكوا الدوائر الحكوميه هذه، وبالتالي خذلان الجيش هي في التعيينات التي اتت بقرارات سياسيه من راس هرم الدوله، عندما يتم تعيين هؤلاء حتى الجندي المقاتل الذي صبر على الجوع صبر على انقطاع الرواتب تنهار معنوياته عندما يقاتل كحلاني في صنعاء امامي او كهنوتي ويعود ليجب ان هذا الكهنوتي لحظه خلي اشبعي اختي الكريمه نتكلم عن طوارئ التسليح انتظري وهو التعذر من التسليح، الحوثي لا يقاتل يعني بدبابات تي 92، الحوثي لا يقاتل بمدفعيه متطوره، الحوثي لا يقاتل بكذا، اخذنا بشويه جهاز باسلحتهم الشخصيه، الحوثي حتى الان في مواجهته في الجوف يعتمد على كثافه الافراد، لدي افراد مقاتلين لا يوازيهم افراد في الجيش الوطني، من يقاتل الان نعم هناك جزء من الجيش الوطني يقاتل في الجو، لكن بالمقابل هناك القبائل هي التي صمدت بالدرجه الاولى وهم يعتبروا دعم ومساند للجيش، وليست المشكله هنا، المشكله لماذا لا تتحرك جبهه صرواح الان لتفك يعني لتخفيف الضغط على الجو؟ لماذا لا يتم اخراج القوات التي في معسكر باس لتهاجم في اتجاه مفرق الجوف وفي اتجاه مديريه مجزر؟ لماذا الان جميع الجبهات لماذا لا تتحرك المنطقه العسكريه الخامسه ومسجل فيها 20,000 جندي؟ انا اعرف ان العدد لا يتجاوز 1500 لكن لماذا لا تطلق رصاص حتى في الجو؟ لماذا لا تتحرك جبهات الحدود؟ نعم سانقل هذه الاسئله نعم لضيفي العميد حسين العمري، لكن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز الهداش الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وأنتقل إلى العميد حسين العمري الخبير والمحلل العسكري عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير سيادة العميد. أهلا وسهلا أختي أسيا، مساء الخير. أهلا بك سيادة العميد، كيف تقرأ سير المعركة؟ الدائرة منذ أكثر من شهر في الجوف. اولا اخت اسيا دعيني اشكرك واشكر قناه بلقيس على الاهتمام في الشان
العسكري، والتحية موصولة للزملاء المشاركين وضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. عزيزتي، قبل الإجابة على سؤالك، يجب علينا أن نشخص المشكلة كخبراء عسكريين وكمحللين عسكريين وكوادر عسكرية. يجب أن نضع أيدينا على الخلل. الأسباب التي أدت إلى ما نشاهده اليوم من انهيار نقول أو من تقهقر في مناطق كانت محررة منذ أكثر من عامين، واليوم أصبحت ما أسميه الجيش الشرعية، الذي أرى أنه جيش شعبي أكثر منه جيش عسكري منظم، لأن الجيوش العسكرية النظامية لها تأهيل معين ولها كوادر عسكرية. مع الأسف أنه يتم التعامل مع المعركة لم يتم التعامل مع المعركة بمنظور عسكري مهني حرفي معتمد على التأهيل الأكاديمي وعلى التدريب والتأهيل. طبعا اعتمدوا على الإيديولوجيات، اعتمدوا على حرب الإيديولوجيات وعلى زج أغلب القادة الذي ليسوا من السلك العسكري ووضعوهم كقادة عسكريين، رغم أنهم لا يمتون إلى السلك العسكري بصلة. أغلبهم كانوا خطباء مساجد أو كانوا عمال عاديين أو كانوا مدرسين تربية إسلامية، ووضعوهم في مكان ليس مكانهم. نحن نقول أن الخطيب يبقى خطيب والضابط يبقى ضابط والمدرس يبقى مدرس. نعم، هذا على أساس الهيكل العام للجيش اتفق فيه معك، ولكن يعني نحن الآن في الوسط كما يقال، كيف يمكن للمعركة أن تسير بهذا الجيش الشعبي كما وصفته البسيط الذي يقاتل في الميدان وحيدا، كيف يمكن ذلك؟ طبعا لو نظرنا الى معركه الجوف، فمن يقاتل فيها ويستبسل، ونحن نوجه لهم تحيه اعظام وتقدير واجلال، هم ابناء القبائل، هؤلاء ليسوا عسكريين، انما هم يقاتلون بحميه قبليه مناطقيه ضد المد الحوثي، يكونوا لا توجد حاضنه للحوثي. انما نحن نقول على الشرعيه يجب عليها تصحيح الاخطاء، ويجب عليها ان تعترف ان يكون لديها الشجاعه الادبيه لاحلال الكوادر العسكريه المؤهله تاهيل اكاديمي والمدربه التدريب كافي، لان هؤلاء الاخوان ينتقصون الى الخبره العسكريه، لا ينتقصون الى الخبره القتاليه، هم مقاتلين، الشعب اليمني كله مقاتلين، حتى النساء عندنا بيقاتلن، لكن يجب ان يضعوا القاده العسكريين المؤهلين تاهيل اكاديمي. ثانيا، ان لا ينظروا الى الجوف بأنها معركة أهل الجوف وقبائل الجوف، إذا لم ينصروهم ويأيدوهم ويدعموهم ويسندوهم لوجستيا ودعم جوي لتغطية المعركة وإسنادهم بوحدات عسكرية نظامية حقيقية، لا استبعد أن يكون مصير الجوف هو مصير كشر وحجور والبيضاء وهذه المناطق التي تم خذلانها وجعلها منفردة. من الخطأ كما يعني تفضل زميلي العميد عبد العزيز بأنه يجب أن تفتح الجبهات في صرواح وفي البيضة وفي الضالع وفي الساحل الغربي حتى تخفف الضغط على جبهة الجوف، إنما من المعيب أن يتركوا جبهة الجوف وكأنها لا تمت بصله إلى جيش الشرعية وإلى الشرعية نفسها في مأرب. يجب أن ينظروا إليها بمنظور عسكري، ويجب أن تكون هناك غرفة عملية مشتركة لإدارة هذه المعارك. لكن ما نشاهده اليوم في الجوف، شاهدنا في الضالع وشاهدنا في البيضة وشاهدنا في حجور وشاهدنا في الساحل الغربي، كثر الإيديولوجيات التي يعتمدون عليها والتي تصل في حدها أحيان كثيرة إلى التصادم وإلى التنافر، هذا هو معيب جدا. وقوات الشرعية كانت في حالة هجوم وفي حالة تقدم، والميليشيات كانت الحوثية منهارة ومتفاخرة. اليوم نشاهد العكس، فأن ميليشيات الحوثية أصبحت يعني في حالة الهجوم، وقوات الشرعية أصبحت في حالة الدفاع، وهذا يدل على أن هناك خلل في القيادة العسكرية. الخلل هو في القيادة العسكرية، وإذا لم يتداركوا هذا الخلل، لا أستبعد أن يتم وضع مأرب في كماشة وتبقى منحصرة بعيدة عن الجوف. الآن أصبحت المعارك يعني في منطقة الساقية الشمال غرب الجوف، وفي تخوم الغيل وفي الخب، وطبعا في مديرية العقبة ومنطقة مفرق مأرب والجوف، لفصل الجوف عن مأرب. وهذه يعني لها ما بعدها اذا لم يفتحوا. اسمح لي ان انقل هذه النقاط لضيفي عبر الاقمار الاصطناعيه الاستاذ حسين. استاذ حسين، استمعت لحديث العميد حسين العمري، وهو العمري، وهو يتفق مع ما طرح بان الجيش يجب ان يدعم الدعم الكافي، يجب ان تفتح الجبهات الاخرى حتى يخف الضغط على هذه الجبهه، ويعني المعركه في الجوف هي معركه دفاع للهجوم الحوثي المتكرر.
هو هذا ما يمكن ان يعني هذا ما يفترض ان يكون، يعني هذه هي مسؤوليه اليوم رئيس الجمهوريه ونائبه وايضا الحكومه، ان يعني هذه معركه اعتقد انها معركه فاصله وحاسمه ومعركه اخيره مع هذه الميليشيا الاجراميه التي تتبع ايران مباشره، والتي لا يخفون ابدا انهم يتبعون ايران تمويلا وتخطيطا ودعما وعسكريا وغير ذلك. لكن في نقطه مهمه، كنا امس يعني لو احد من المشاهدين الان يفتح التويتر الان ويستعرض الصفحات التي للحوثيين وقيادة الحوثيين، سيجد أن هناك جلدا كبيرا وأن هناك شقاقا غير عادي غير مسبوق، يعني منذ بداية الحرب كانوا كلهم يتهمون أن من خطط للمعركة الأخيرة أنه جرهم إلى المحارق وأنه أودى بمئات من الذين كانوا يعتبرون مدربين تدريبا نوعيا أنهم جرهم إلى الهلاك وإلى المحرقة، وأنه مهما انتصر ومهما حقق تقدمات فإن هذه تعتبر هزيمة كاسحة. وأعتقد أن الحرب الإعلامية والحرب النفسية التي تديرها ميليشيا الحوثي بشكل مكثف ومن قبل جهات يعني خبيرة للغاية، يعني ما بدأ أنه في فعلا عمل احترافي في خلال العشرين اليوم والشهر الذي مضى، يدل على أن هناك كارثة حدثت، يعني هناك جريمة ارتكبت، هناك عشرات ومئات من أبناء القبائل تم الزجر بهم إلى المحارق. وهذه في العرف العسكري وفي التكتيك العسكري وفي الخطط العسكرية، أن تأخذ الناس إلى المحارق، أن تقتل الناس، هي تعتبر هزائم أخلاقية وهزائم تاريخية وهزائم إنسانية وهزائم لمن يعظم من الانتصارات هذه أو من يتحدث عن أنها انتصارات. يعني الذي حدث جرائم بحق الإنسانية، وميليشيا الحوثي وقادتها وصلوا إلى أن هناك من أطلق النار على بعضهم البعض. ميليشيا الحوثي لا زالت الآن بعد هذه المعارك، أبو علي حاكم وغيره من المسؤولين في مكتب عبد الملك الحوثي يتنقلون هذه الأيام من بيت شيخ إلى بيت آخر في حنين قطينة، وغيره من المشايخ الذين تم إطلاق النار على بعض أبنائهم والذين على بعض أبنائهم رهائن. هناك كارثة شعروا بها أبناء القبائل، ويعرفون أن هناك من زج بهم وأبنائهم إلى المحارق، وأن هناك إعلام مكثف من قبل ميليشيا الحوثي يدعي أن هناك انتصارات، بينما ما يعود إلى أبنائهم هي التوابيت. نحن التقينا أحد قادة الجوف وقال أن في بداية مديرية الغيل وصل طقم عسكري، فحينما وصل إلى النقطة الذين كان فيها مقاتلي الشرعية كانوا يراقبونهم من بعيد، لم يكونوا في جاهزية قتالية، لم يكونوا يتسللون، كانوا يمشون الطريق بشكل واضح وآمن، حتى وصلوا إلى نقطة الشرعية بدأوا حينما تحدثوا معهم عرفوا أنهم حوثيون. كان يقول له يا أنصار الله يا ولي الله يا مجاهد وغيرها من المصطلحات التي تتحدث بها ميليشيا الحوثي، فأدركوا أن هؤلاء حوثيون، أدخلوهم إلى مكان ثم حاصروهم وسلموا أنفسهم. وحين التحقيق معهم قال لنا هذا القائد العسكري أنه قيل لهؤلاء وهم أبناء حجة ومن أبناء المحويث، قيل لهم بالحرف الواحد أنتم الآن ستتجهون إلى الجوف أمنيات وخدمات، وستتجهون إلى مارب لتسيطروا على المولات وعلى يعني النفط وعلى غيرها من الأكاذيب. وبالتالي اليوم يجب أن نقف وقفة أخلاقية وإنسانية أمام الكارثة التي تدور اليوم، أمام محارق ومهالك ومذابح كبيرة جدا يتعرض لها أبناء القبائل. ربما لم يتم قتل وذبح اليمنيين مثل ما يذبحون اليوم حينما يأخذهم ميليشيا الحوثي، بل هناك شهادات مروعة ويجري التحقيق فيها أنه تم قتل بعض الأطفال في الحدود وفي أطراف نيم، تم قتلهم قنصا من الخلف حينما رفضوا أن يقاتلوا، وحينما وجدوا أن المعارك كانت حامية الوضيص وأكبر من قدراتهم. وبالتالي هذه هزيمة أخلاقية وأيضا هزيمة إنسانية، وأيضا هناك أسر وهناك أمهات وهناك آباء يتم الضحك عليهم ويتم أيضا إرغامهم على أخذ أبنائهم المجازر. نعم، لو أعطي إليك أستاذ سيادة العميد حسين، المعادلة العسكرية اليوم برأيك هل تنسجم مع مشروع استعادة الدولة؟ طبعا أختي العزيزة المشاهد الكريم يعلم بأنه نحن حقيقة الأمر كنا نعتقد بأن الحشد العسكري هو الخيار الأكثر يعني تحقيقا على أرض الواقع، وكنا نعتبره الخيار الأول بأن الحشد العسكري وليس غير الحشد العسكري، مع أننا نعلم إمكانيات هذه الميليشيات أنها ليست إمكانيات كبيرة، وكذلك يعني هي
في خسارات لقاداتها الكبار والمؤدلجين، ويعني هي أوهن من بيت العنكبوت. لكن مع الأسف أن الفساد الإداري والمالي والقيادي في جانب الشرعية منحهم قوة هم لا يملكونها، هم ضعفاء، ولكن الضعف في الشرعية أعطاهم قوة وأعطاهم رفع معنويات. فنحن الآن أصبحنا نستبعد الحزب العسكري، ونعتقد بأن الحزب العسكري أصبح من الخيارات الغير واردة الآن على الطاولة، رغم أنه كان قبل فترة من الزمن كان هو الخيار الأول حسب المعركة العسكرية، سواء من الحد الجنوبي في جبهة صعدة وجبهة الصفرة والجبهات الأخرى في الساحل، يعني الساحل أوشكوا أن يطبقوا على الحديدة لولا أن تدخلت الضغوطات الدولية من خلال اتفاق ستوكهولم، المهزلة المسرحية الهزلية التي وقعت فيها الشرعية ونصبوا هذا الفخ. وطبعا نفس الشيء في نهم خدروهم تخدير مؤقت. ونحن نقول بأننا يعني ما نشاهده اليوم كأننا لسنا في حرب، كأننا في حالة وقف إطلاق النار غير معلن، يعني تكون هناك جبهة ملتهبة مثل الجوف وبقية الجبهات هي في سبات عميق، مع أنه التكتيك العسكري يستدعي أن تلتهب الجبهات في جميع الخطوط. ما هو تفسيرك لهذا الأمر سيادة يعني العميد؟ يعني في كل مرة نتحدث عن نفس النقطة، في كل معركة نتحدث عن لابد من اشتعال الجبهات الأخرى ولا يتم ذلك، كيف يقرؤون المعركة العسكرية؟ أنا أقول لك حقيقة الأمر أنه أن الأيديولوجيات المختلفة والآراء المختلفة، يعني نحن الأيديولوجيات لسنا رأس واحد، ليست قيادة موحدة، ليست يعني الشرعية تفتقد إلى 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 القيادة الموحدة وإلى غرفة العمليات المشتركة، يعني إيديولوجيات مختلفة توصل إلى حد التصادم، وكأنه ليس جيش وطني. يعني أنا شخصيا لا أقتنع بأنه يرقى إلى مستوى الجيش الوطني، بل هي جيوش شعبية ومناطقية وحزبية، أقولها بصراحة، ولاءات حزبية، ولاءات جماعية، ولاءات إيديولوجية. فنجد الولاء للأخوان في جهة، ولاء للسلفيين في جهة، ولاء للمناطق وكتائب ملكية خاصة، كتائب أبو العباس وكتائب مش عارف فلان، وهذا لا يوجد في الجيوش الوطنية. البناء الجيش الوطني بعقيدة عسكرية وولاء وطني، هذه الأشياء محرمة فيها الحزبية والولاءات خارج إطار الولاء الوطني، بحيث يكون جيش وطني مشكل من جميع فئات المجتمع اليمني من جميع المحافظات، بحيث يصبح جيشا وطنيا بمعايير وطنية، يصبح صمام أمان للحفاظ على الأرض، على الوطن والمواطن. لكن مع الأسف أننا نجد جيش مناطقي يتبع الانتقالي، ونجد جيش في الساحل يتبع طارق، وجيش يتبع أبو العباس، وجيش آخر يتبع أخواننا السلفيين. نعم، وصلت الفكرة. نعم، شكرا جزيلا لك العميد حسين العمري الخبير والمحلل العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وعودة إليك أستاذ حسين. أستاذ حسين، يعني الحوثي الآن يقطع الطريق بين مأرب والجوف، والشرعية لا ندري إلى متى ستبقى متفرجة على الوضع. ألم تشعر بالخطر بعد؟ ألم تعي يعني بالإشكالية الحقيقية التي يسببها الحوثي بسقوط المناطق واحدة تلو الأخرى؟ ما ادري عن الشرعيه، من تقصدون بالشرعيه؟ احنا نتعامل مع الشرعيه على انه المشروع الوطني بشكل عام، وان كل يمني مسؤول عن البلاد، لكن مسؤولين ومسؤولين الرئيس وقياده لا الجيش لا نرى مسؤولين، نحن لا نرى الا سلطان الاراده على الارض. نعم، نحن نرى سلطان الاراده على الارض، وكان حاضرا حينما كان يدعي الحوثيون انهم دخلوا مأرب، وكانت هذه الاكاذيب تغطي على مئات القتلى الذين يزجون بابناء القبائل هناك. نحن نرى ايضا اللواء امين اللواء للشيخ البطل المقدام هذا العظيم الذي ضحى بابنه العميد صادق، وهو كان في مقدمه الصفوف من هؤلاء من يحاولون ان ينتقصوا من الجيش او يلونون الجيش. هؤلاء هم ابناء اليمن، هؤلاء هم الذين يدافعون عن الجمهوريه، هؤلاء هم الذين يقاتلون
ميليشيا الحوثية الإيرانية التي لا تستهدف حزبا ولا تستهدف فئة ولا جماعة ولا طائفة، إنما تقتل الشعب اليمني وتريد أن تعيد حكم الإمامة من جديد، وأن لها ذلك ما زال أن هناك رجال أقوياء مؤمنون ومتسلحون بعقيدة وطنية راسخة لا يمكن أن تهزم. صحيح، ونحن مع عقيدتهم ومؤمنين بما يقدمونه هم في الميدان ولا غيرهم أحد. شكرا جزيلا لك حسين الصوفي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء من جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.